في تاريخ العالم شخصيات تاريخية مهمة رزقها الله مواهب متعددة ومميزة تختلف عن الآخرين، واستطاعت تغيير حياتهم وحياة الناس المحيطين بها، وذلك من خلال ما قامت به من تأثيرات وإنجازات مفيدة لم يسبق لها مثيلا من قبل. فحفرت أسماء أصحابها في سجلات التاريخ بإنجازاتها، وبقي الناس يذكرونها ويدرسون ما قامت به حتى هذا اليوم لأثرهم القوي في تغيير جانب من جوانب الحياة. سوف نذهب مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو في رحلة عبر التاريخ لنلتقي بشخصيات حفرت أسماؤها في تاريخ البشرية. محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسول الله للبشرية جمعاء، وخاتم الأنبياء والمرسلين. رسالته الإسلام ومعجزته القرآن ترك أثراً عظيماً في نفوس المسلمين، وتجلت محبته في قلوبهم قولاً وفعلاً حتى يومنا هذا، وذلك من خلال اعتناق الرسالة التي جاء بها واتباع أمره وأسلوب حياته الذي عاش به وسنته التي سنها على الناس. إسحاق نيوتن من أبرز العلماء المساهمين في الرياضيات والفيزياء عبر العصور. إضافة لهذا فهو يعتبر أحد أهم رموز الثورة العلمية، ومن أهم أعماله كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، إضافة لمساهماته الهامة في مجال البصريات وأسس التفاضل والتكامل وغيرها. كريستوف كولومبوس ولد كريستوفر كولومبوس عام 1451 في إيطاليا، وهو أحد أهم المستكشفين الذين وصلوا غرب آسيا من خلال الإبحار في المحيط الأطلسي الذي كان ذلك شبه مستحيل في ذلك الوقت، لكنه غامر عام 1492 وأبحر في سانتا ماريا ليكتشف الأمريكيتان ويثبت نظريته آنذاك التي غيرت وجه العالم. وتوفي هذا المستكشف عام 1506. غريغور يوهان مندل هو عالم وراهب من النمسا، ويوصف بأنه أبو علم الوراثة، وذلك لأنه كان أول من اكتشف القوانين الوراثية والتي كانت أساس التقدم والتطور في الوقت الحالي، حيث كان ذلك من بعد بحوثه وتجاربه التي أجراها على نبات البازلاء. ولد مندل لأسرة فقيرة، ويذكر أنه لم يكن ناجحاً في المدرسة والدراسة، مما دفعه إلى الالتحاق بدير القديس توماس عندما كان يبلغ من العمر 25 عاماً، وهناك التقى بمجموعة من العلماء الذين درس على أيديهم. المهاتما غاندي. المهاتما غاندي هو زعيم وسياسي هندي قاد العصيان المدني ضد القوات البريطانية التي تفاوض معها حتى عام 1947 عندما حصلت الهند على استقلالها بفضله، وبعدها أصبح رمزاً للمقاومة الشعبية في مختلف بلدان العالم، الذي أصبح رمزاً للسلام عندها بسبب أسلوبه وأفكاره البناءة وتسامحه الديني. ألبرت أينشتاين هو عالم فيزيائي ولد في عام 1879، ومن أهم إنجازاته التي دخل بها من خلال بوابة التاريخ إثباته للنظرية النسبية العامة في الفيزياء ونيل جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. وبالرغم من استغلال الولايات المتحدة الأمريكية لإنجازاته بتطوير القنبلة الذرية، إلا أنه كان شديد الإيمان بالسلام، وكان قبل وفاته بأسبوع قد طلب من الفيلسوف البريطاني برتنارد وضع اسمه على وثيقة تحث جميع الدول بالتخلي عن أسلحتها النووية المدمرة. بيل غيتس هو صاحب ثورة المعلوميات، ولد عام 1955 وأنشأ أول برنامج كمبيوتر خاص به عندما كان في المرحلة الثانوية من دراسته، وهو من المشاركين في تأسيس شركة مايكروسوفت عام 1977 والتي أصبح من خلالها رجلاً يدخل التاريخ ويغير العالم. باول لاتربور وبيتر مانسفيلد هما طبيبان اخترعا التصوير بالرنين المغناطيسي الذي مكن الأطباء من مشاهدة ما يجري داخل أجسام المرضى دون الحاجة إلى فتح العضو أو التعرض للأشعة الضارة، وقد فاز هؤلاء الأطباء بجائزة نوبل في الطب لعام 2003. جورج لوكاس
هو منتج أفلام ستار وارز المشهورة من خلال قيامه ببعض الابتكارات والخدع السينمائية بالاعتماد على الصور الرقمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.